شكلت صناعة الفخار وعلى مدى سنين طويلة مضت أهمية كبيرة، حيث كانت تستعمل لطهي الطعام ولحفظ الكثير من المواد الغذائية. ومع تطور الحياة انقرضت هذه الصناعة لتحل محلها الكثير من الصناعات المتطورة. ولكن على ما يبدو فإن سحر هذه الصناعة وتفاصيلها الشيقة قد أيقظت الحنين لدى البعض لتعود مرة أخرى إلى الحياة. ورثناها من الآباء والأجداد، مصلحة أو صنعة يدوية 100%، لا يدخل عمل آلي فيها. تتكون من تراب أحمر وحجر بلوري اسمه دب ملح، منقله بالعامية دب ملح. منطحن من التراب بيصير ناعم، والدب ملح منطحنه بيصير مثل الطحين ناعم. نمزج التراب الأحمر هذا مع مكون الدب ملح، ومع الماء منعجنه مظبوط، وبيتعرض لدق بثلاث مراحل. بيصير على الشكل التالي، بيصير خلطة بالشكل هذا، قطعة من جزء قطعة بتصير جاهزة للتصنيع. تفاصيل غريبة ومراحل طويلة قد تستمر لأسابيع كي تصبح الأواني الفخارية جاهزة للاستعمال، وليس هذا فحسب، فهي صديقة للبيئة والإنسان والحياة. مراحل الدق الأولى تراب مندقه بيصير ناعم، ودب ملح بيصير ناعم، بنمزجه مع بعض بالإضافة للماء، بنعجنه مندقه كمان مرة تانية، وهو معجون من دق ودق وبيصير على الشكل التالي. حتى يوصل لهي المرحلة شو بياخد منك وقت؟ والله بياخد وقت ماكن، يعني كله لأنيته يدوي بياخد شغل وقت منيح، يعني يوم طحن تراب، يوم دب ملح، يوم من عجين، يوم من قطعه هيك، يوم من صنعه. تحديدا لازم يكون تراب أحمر، تراب أحمر ونظيف، ليش؟ غير معرض لعوامل الطبيعة، يعني من شمس، من تعرف في ظروف الطبيعة، حراسي، تسميد إلى آخره، بده يكون من تحت الأرض 3 متر أقل شيء. تراب نظيف 100%، نظيف طاهر، نحن بنسميه تراب نظيف وطاهر. وهذا متواجد هون بالضيعة، متواجد ومنحفره طبعا بأراضينا، منحفره ومنطلع هالتراب النظيف. الدب ملح بناخده بشكل حجر طبيعي، بنعرضه للشوي، كمان شواء الحجر هذا بياخد معنا يوم كامل، منشويه بعدين منجزئه على الشكل التالي، بيكون الحجرة بعد ما منشويه مندقه ومنطحنه بالرحي، والرحي لو سمحت تاخذ رحي معروفي، منطحنه بيصير مثل الطحين، ثم منمزج التراب. شو مهمته هيدا يثبت الماء؟ شكرا له السؤال الذكي. دب ملح شو بيعمل فيه للفخار؟ بيعطيه متانة، وأثناء الطبخ بيعطيه بحرارة، بيحتفظ الحرارة. هذا الدب ملح بيحطوه بالأفران أحيانا، بالتنانير العربية بيحطوه، بيساهم بالحفاظ على الحرارة، حفظ الحرارة. الطبخ بينضج بسرعة. بعد ما منقطعه هيك ومنصير قطع دائري، بنصنع على الشكل التالي. القطعة اللي منختار تصنيعها مقلة، في أسماء متعددة للشغل للأمور اللي منصنعها. مثلا المقلة إذا كان كبير اسمه مقلة، إذا كان أصغر بيكون اسمه مقيلية، يعني تصغير. المقلي للطبخ، نعم المقلي للطبخ. المقيلية الحجم، في حجم عائلي وحجم أصغر. في عنا قدري حجم كبير، هاي بيوضعوا فيها الألبان والحليب، مشتقات الحليب. القدري لها اسم آخر قدارة، تصغير للقدري. في تقليات على الشكل التالي لقلي البطاطا والسمك وتحميص احيانا الفستق والبذورات فيها، هذا اذا ممكن. على العموم في اسماء متعدده، كمان في غداره، غديريات، كلها اسم كبير وتصغيره الاسم الاصغر. الفخار معروف عنه ما له مضاعفات سلبيه اثناء الطبخ. بالقلي لا تظهر الماده السلبيه اللي بتنوجد بالالمنيو او بالتيفال او بالاواني الاخرى، بينما الفخار صحي 100%، ما في مواد تظهر مع الطبخ سلبيه او تضر بالصحه، غذائيا صحي 100%. كنا فيما مضى لا نأكل إلا بالفخار، ونشرب بالفخار، ونحفظ كل شيء بالفخار. بيقولوا هذا السبب لحتى وصلوا جدادنا لعمر 100 سنة. نعم، خالي من الأمراض والسلبيات الصحية تماما، صاير يعني في أقبال، في عودة للتراث، وفي تفهم للفخار وفائدته ووجودته. وللفخار استعمالات متعددة، كما أنها تستعمل للزينة. هذه جرة طاجن، ممكن نضع فيها قطع لحمي ونضعها بالفرن وتطلع طواجن رائعة جدا.
شواء اللحم فيها طبعا، وجرر ماء ويعني واشكال ولبن والعيران وكل الحليب كله بنحفظه فيه. استعمالات متعدده متعدده. طب نحن قديش فينا نستعمل يعني نعمله للتخزين، اماكن للتخزين؟ والله والفخار حساسيته الكسر فقط لا غير، بده عنايه، بده انتباه، بده يعني. انا بعرف للزيت كانوا يستعملوا للتخزين. للزيت طبعا، للزيت قيمته الغذائيه هائله جدا. هاي اذا ما انكسرت قديش ممكن تطول؟ اذا بتنحفظ باواني بتسمى عنا ببلادنا السانوني او اواني قشيه او سان قفص توضع فيه بتم 20 سنه. واخيرا نتمنى ان تعود تلك الصناعات التراثيه الى الحياه مره اخرى لما لها من فوائد صحيه على الانسان.